أحاول أن لا أتحدث عن الموضوع كونه يتسبب لي بالألم بعد مضي 3 سنوات دون أن يتسنى لي أن أعرف أي أخبار عنه، وأحاول أن أكون قوية بيد أنني أجد قوى تخونني في بعض الأحيان. ترتكب العديد من الانتهاكات الحقوقية على أيدي رجال الشرطة في جمهورية الدومينيكان، وقلة هي القضايا التي تحال إلى أروقة القضاء لتحقيق العدل. انخرط أخوان في عضوية أحد الأحزاب السياسية، وكان له دور في النشاط السياسي، كما أنه كان أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الدومينيكان. احتجز أخوان في 28 سبتمبر أيلول من عام 2009 على أيدي عناصر من إحدى وحدات الشرطة العاملة مع دائرة مكافحة الاختطاف، وعقب اعتقاله بساعتين أعلنت الشرطة على شاشة التلفاز بأنهم يبحثون عن شخص يدعى خوان المونتي هيريرا للتحقيق معه فيما يتعلق بقضية اختطاف شاب في 19 عمره في مدينة ناغوا الساحلية شرق البلاد. ولطالما دأبت الشرطة على إنكار قيامها باحتجاز خوان المونتي، وحصل محاميه على معلومات تفيد بأن موكله قد تعرض للتعذيب في الحجز، وأنه يعتقد بأنه قد قضى نحبه جراء ذلك بيد أنه لم يعثر على جثته قط. ما أحاول الوصول إليه هو تحقيق العدالة. أعتقد أنه بوصف إنسان فمن حقي أن أحصل على بعض الإيضاحات، وأنا بحاجة أن أعرف مكان تواجد خوان، وأعلم أنه لا يمكنني توقع خبر سار بعد مضي 3 سنوات، بيد أنني يجب أن أعرف مكان جثته على الأقل. إن كان متوفياً بالفعل، أريد أن أعرف أين ألقوا بجثته. لم تبذل الكثير من الجهود من أجل التحقيق في هذه القضية، وإذا كان هناك إمكانية للإفلات من العقاب فسوف نرى أن مواقف من هذا القبيل ستتكرر مرة تلو الأخرى. اسمي كيارا ليغوري، وأنا أعمل كباحثة في شؤون جمهورية الدومينيكان بمنظمة العفو الدولية. ولسوء الحظ فإن قضية أخوان المونتي ليست بحادثة منعزلة، حيث يقع الكثير من الناس في جمهورية الدومينيكان ضحايا بشكل سنوي لانتهاكات حقوقية يرتكبها رجال الشرطة، وبمساعدتهم نعتقد بأنه ثمة فرصة حقيقية كي تقوم السلطات بفتح تحقيقات حسب الأصول في قضية أخوان المونتي. وفي أغسطس آب الماضي اعتلى رئيس جديد سدة الحكم في البلاد، وتم تعيين مدعي عام جديد للدولة، وقطع وعداً بإصلاح جهاز الشرطة. فساعدونا كي نحقق العدالة لأسرة إخوان المونتي، كي توقف الشرطة في جمهورية الدومينيكان ما ترتكبه من انتهاكات حقوقية.